السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بانتظار وصول الازياء قررنا نديرو عاوتاني واحد الفاصل خفيف ظريف، والفاصل ديالنا اليوم من الرباط، وبالضبط الوجهه ديالنا هي لودايا. اذا كما كتشوفوا حنايا غنمشيو لودايا. قبل ما نمشيو للوجهه ديالنا، نمشيو بعدا نطلو شويه على المنظر، على لي طرافو. راه كاين تبارك الله كيعاودوا الصباغه، كلشي تما كيتعاود، ولات واحد الحله زوينه. والوجهه ديالنا بالضبط غنمشيو للكافي دار الكرم لالا فاطمه. هاد الكافي ما حلش بزاف، جو كوا ماكسيموم شي 3 شهور هكاك ولا ما كاملاش. الوغ بالنسبه لهاد لو كافي جا بالضبط، يعني منين كتكونوا داخلين غادي لودايا، يعني فيغ لا تيراس اللي كتطلع للبحر، كتلقاو ديك كالغي نويغا، جو كوا نوغا نويغا شي حاجه بحال هكا. هي الصراحه جي با في طرو اتونسيون او نو. منين كتوصلوا لا كالغي، الزنيقه اللي شاده عليها، يعني كتخليو لا كالغي على يديكم اليسار، الزنيقه اللي شاده عليها راه سي ان امباس، يعني زنقه مسدوده كتمشي معاها. اول عاوتاني دورة على يدك اليسار، راه كله هذاك ان امباس صغيور راه باينه. الوغ الدويره راه جات في لو بوان، فيها اون بورت بلو وقدامها دي بتي ستاتيو. الوغ ستاتيو تماثيل صغيره، واقيلا جو كوا دي بتي ليون، واقيلا ما بقيتش عاقله صراحه. الوغ لو كافي زوين، فيه اطلاله رائعه. كما كتشوفوا معايا اللمسه المغربيه حاضره بشده، يعني لا من ناحيه الهندسه ديال هاد لو كافي، اولا هو منزل اللي رجع ان كافي، من ناحيه الهندسه ديالو، من ناحيه ديكوراسيون ديالو، لي بوف الزرابي، كلشي مغربي ابار لي تيغات اللي بيان سور غتلقاو فيهم دي شيز مودرن افيك دي باراسول. الوغ بومييغ ايطاج فيها واحد الغرفه اللي هي فن فن فن، والجلسه فيها رائعه، ولكن كنظن بان الواحد يقدر يجلس فيها في لابريميدي، باسكو حنا مشينا يعني اون بلان فيغ 10h30 11h، كانت ما شاء الله الشمس سخونه انسوبورتابل، ما يمكنلكش تجلس تما، خاص اون كليماتيزاسيون. لا كليماتيزاسيون اي ني با انكور لا. فيها لا بوميييغ تيراس بيان سور مفوها، عندك واحد لا في زوينه. عاوتاني كطلع على دوزيام ايطاج، دوزيام ايطاج داير بحال واحد السقف بلوتو، سمحوا لي بحال واحد سطح كبير، واحد الجهه مسقفه وفيها كليسه بلديه، وكاينه لا بوميييغ تيراس كطل بيان سور على الواد البحر، عندك لا فيو حسان، كلشي واحد المنظر رائع. وعاد بحال ستيل ديال شفشاون، سطح فوق سطح، وعاد كاين واحد السطح صغيور من الفوق كطلع له بدي واحد بحال سلوم بالخشب. يفو فيغ اتونسيون، خسر ردو بالكم يعني من ناحيه السليل مات في النزله سورتو، ما طلع راه سهله. انا جلست تما باش نشوف المنظر، صراحه زوين غزال سا ميريت. غير هو حاجه وحده، يعني ما بالياش الصراحه سي ان كافي فاميليال، يعني ماشي ان كافي اللي يمكن لكم تمشيو مع الوليدات الصغار، باسكو ديك الدريجات و يعني تالي تيغاس سي ان بو دونجورو، لي زونفون راكم عارفين تبارك الله عليهم، عزيز عليهم الحركه والاستكشاف، فما كنظنش بان البلاصه ايديال بور لي زونفون. يعني كتبقى وجهه ممكن تمشي لها مع الاصدقاء ديالك، تا مامو تو ماري اكسيتيرا، مين يكونوا الوليدات في المدرسه او تخلي الوليدات عند لي غون بارون اي تو فان سو. المهم هي الصراحه مكان زوين، ممكن
يعني كنصح الواحد يمشي يشوفو، او اللي عنده الوليدات بعقلهم غيجلسوا ما غيتحركوش، راه فريمون زوينه كما كتشوفوا معايا في لي بونت كارت اللي راهما كاتبين دي بتيز اردواس كاتبين فيهم هكايا بالطباشير كيفو با ديباسي 60 مينوت، يعني الا كنتي غتجلس من ساعه خصك تجدد لا كونسوماسيون ديالك. بالنسبه لكونسوماسيون كما كنعرفوا يعني في لي كافي اللي كاينين في جاردان لودايا كيبقى الشاي الشمالي، يعني الشاي بداك النعناع هو يعني اللي مطلوب تما الطوب، وبيان سور لي صودا اكسيتيرا. كما كنقول يعني باقي بخصو بزاف ديال الحويجات يتزادوا فيه، مي سي نورمال ان بروجي عاد بدا شويه بشويه، كيف كنقولوا شويه شويه كيحمل الواد شويه بشويه، كنظن بان غيولي واحد الكافي اللي هو زوين. لي بري شويه اي سون ان بو الفي، ولكن راه كما قلت راه ماشي موضع اللي غتمشي تجلس فيه يوميا، راه اللي جلستي فيه مره في العام ما قالها حد لحد. كنظن بان افضل وقت للزياره ديال هذا الكافيه هو لابريميدي سورتو مع غروب الشمس، غادي يكون المنظر جد رائع. انا كزياره اولى يعني مشيت نكتشف الموقع فين جات وش كيدير هذا الكافيه، صراحه ما كنتش كنتظر بان يكون المنظر زوين لهذه الدرجه. لا رجعت شي نهار بلابريميدي نصور لكم كيفاش كتكون الاجواء ان شاء الله. يعني خلاصه موقع يستحق الزياره اللي بغى. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى هذه البلاصه تكون عجبتكم، وانتظروا هذا الأسبوع جديد أزياء إن شاء الله في أمان الله.